طيب خلينا نبتدي الأسئلة والأجوبة. تمام. أكيد عارف اللعبة اللي احنا بنلعبها بتبقى 20 بوكس وبنختار بوكس من 10، هما هيبقى مجموعهم 10 أسئلة اللي هنختارهم، وراء كل بوكس سؤال. مش عارفة ايه السؤال، أنا مش عارفة الأسئلة. خلينا نختار أول رقم. 9. 9. مين هو أفضل مدير فني مصري حالياً في الدوري؟ إيهاب جلال. إيهاب جلال. عشان الكابتن إيهاب جلال بتتمرن معاه؟ عشان اتمرنت معاه كتير وتعاملت معاه شخصياً. فهو من الناس اللي هو زعلت جداً إن هو مشي من بورسعيد. طبعاً. يعني أنا ما لعبتش معاه السنة دي كتير، لعبت السنة اللي فاتت كلها معاه يعني أول لما رحت، لكن السنة دي ما لعبتش معاه كتير. بس هو النادي المصري خسر كابتن إيهاب. انتقادات كتير كابتن إيهاب جلال اتعرض ليها، وأنا أو البعض شايفها إن هي ظالمة ليه مع المصري بورسعيدي، لأنه في الحقيقة خد المصري بورسعيدي مع حسام حسن أو من بعد رحيل حسام حسن، ما قامتلوش قومة غير مع إيهاب جلال. طب خلينا يعني نبقى فير في النقطة دي، ولكن بدأت يعني سلسلة من المباريات غير الموفقة ليه، وده كان سبب الانتقادات الكبيرة. ليه دايما اول غلط بنمسك فيه وبننسى الحلو اللي اتعمل؟ والله انا يعني انا مش عارف، بس هو يعني اللي هو بدا فمعنا يعني مش عايز اقول لك فوق الهايل، لكن اللي حصل سوء توفيق في وقت السنه دي انا كنت شايف ان هو طبيعي جدا، بس هو كان محتاج حد يصبر عليه شويه كمان. هو كان يقدر يطلع بالنادي المصري من اللي هو فيه لو حتى في الدور الثاني عامه، لان هو اصلا في السنه اللي خدنا فيها رابع احنا كنا قبل الاخير. هو ما قعدش معانا دور كامل ووصلنا المركز الرابع بفارق عن المركز الخامس. ايه اكتر حاجه بتميز الكابتن ايهاب جلال؟ شخصيته. تواصله معاكم كان عامل ازاي؟ يعني بعرف كمان ان كابتن ايهاب جلال قريب جدا من اللعيبه، بيعرف يتعامل معاهم نفسيا كمان كويس. يعني دي حقيقه، هو بيعرف يتعامل مش من اللي بيلعب كمان، يعني كمان اللي بره الملعب. يعني اللي بره الملعب بتحس ان هو مبسوط معاه، مش اللي هو بيتمرن غصب عنه او رايح التمرين زي ما يكون متقدر كده، لا يعني انت بتبقى رايح التمرين وانت عارف حتى ان انت ممكن ما تلعبش، بس بتتمرن بتبقى مبسوط. بيعرف يقنع ازاي ان انت حتى لو انت قاعد لو جات لك يعني هتيجي فرصتك. فخليك ستاند باي طول الوقت. مفيش انسان ما عندوش عيوب. طب هل الكابتن إيهاب جلال شفت فيه بعض العيوب؟ هو مش عارف هو عيب ولا لا، بس هو لما بيبقى مقتنع مثلا بلعيب ما عنده استعداد ان هو يصبر عليه موسم. انا ببقى شايفها كده، ان هو خلاص هو بيشايف مثلا حسين لعيب كويس وكل حاجه، بس بيفضل يساعده لحد ما يحس ان هو خلاص. خلي بالك هو عيب وميزه. يعني هو عيب لان ممكن لاعب تاني شايف انه ممكن ياخد فرصته ما بياخدهاش. وميزه ان مش اي مدرب بيعمل كده. صح. طب خلينا نختار رقم كمان. 14. 14. مين المهاجم اللي كنت بتعتبره مثلك الاعلى قبل احترافك كره القدم؟ المهاجم الذي كنت تعتبره مثلك الاعلى احترافه في كرة القدم، يعني قبل ما تلعب كرة القدم، يعني قبل ما تبتدي مسيرتك في كرة القدم، مين كان مثل اعلى ليك؟ كابتن خالد بيبو. بيبو. طب وعالمي؟ عالمي لا، من صغري ما بتابعش بره اصلا. كنت بتتابع كان ايه اللي بيميز بيبو؟ ليه شايفه ان هو المهاجم الامثل بالنسبه لك؟ كنت يعني بحسه خفيف كده وحركته خفيفه، رجليه على الجون حلوه، عينه كانت حلوه. انت اهلاوي؟ انا مصراوي. بوقعك في الكلام. طيب خلينا نختار رقم كمان. 7. 7. ايه هو سبب فشل انتقالك للاسماعيلي قبل سنوات؟ المقابل المادي. المقابل المادي؟ كنت انا رايح الاسماعيلي انا وكان معايا فرود اسمه احمد ابو زياده ابني. ده كان امتى ده؟ كان تقريبا 2013 2014. 2013 قبل انتقالي المخصص بست شهور. وكان عندك رغبه انك تروح يعني، ولكن المقابل المادي هو اللي
انا خلاص انا روحت اتمرنت مع الاسماعيلي خلاص، قعدت مع الاسماعيلي اسبوعين بس هم قالوا لي خلاص هتتمرن معانا وهنسجلك بس هنخلص مع النادي وتمرن معانا وعادي. اه والموضوع ما مشيش بقى مع النادي. وقعدت اسبوعين في النادي المصري مع كابتن حمص الجيل اللي كان جيل ساعتها مع الاسماعيلي. اه كان نفسك تلعب معاه؟ اه طبعا. انا كنت قاعد جنب الكابتن حمص، انا ما بصراحه يعني انا ما كنتش مصدق ان انا قاعد جنبه بصراحه والله. حمص في الحقيقه يعني هو كابتن جوه الملعب وبره الملعب. اه طبعا. خلي بالك اول تمرينه انا كنت مش تمرينه، اول ماتش بعدها بكام يوم انا كنت بلعب جنبيه في الملعب وهو كان حاسس ان انا خايف. وخدني وكلمني قال لي ما تخافش وما تخافش والعب وما تقلقش من حاجه والعب كورتك وانا كنت اصلا خايف وانا في الملعب. يعني هو اللي هو ده اللي انا بتكلم فيه يعني. الكابتن جوه الملعب بيبقى ليه دور بعيدا عن الاداء الفني وكده، ولكن ليه دور بالنسبه للاعيبه اللي حواليه. اه طبعا. فرق معاك كتير. اه طبعا. خلينا نختار رقم كمان. 19. 19. ايه هو القرار اللي انت ندمت انك اتخذته؟ انا مشيت من المقص. اه والله. طب ليه؟ يعني انا كنت اخر فتره كنت ما كنتش بلعب فيها فاستعجلت خدت قرار ان انا امشي على طول. فروحت انبي فكابتن خالد متولني بعدها قعد معايا قال لي انت انا اللي جايبك وانت هتلعب وهتبقى ترجع تكسر الدنيا تاني و... في انبي. في انبي. بعد كده بقى اتعاملت يعني ايه مش اتعاملت، حسيت ان هو خلاص بقى ما عادش مهتم بقى ان انا العب او ما العبش. فانا قلت ان انا كنت قاعد في المقصه كنت خلاص من كباتن الفرقه فليا وضع في المقصه، فقلت كنت قعدت كان ممكن الكابتن عماد يمشي يقعد كنت هبقى خلاص يعني موجود في المقصه كابتن الفرقه في يوم من الايام هلعب. خلاص من كباتن الفرقه بس. يعني المقصة مش فريق جماهيري يعني. الفيوم طبعا ولكن جمهوره مش جمهور كبير. اوقات في بعض اللعيبه بتفضل ان هي تلعب مش تحت ستريس، يعني بتبقى زي ما بيقولوا ايه دماغها رايقه من ضغط الجمهور واللعب وكده. انت لعبت في نادي جماهيري زي نادي المصري البورسعيدي وجمهور كبير في الحقيقه وصعب يعني. مش بص مش بقول صعب ان حاجه وحشه، ولكن هو جمهور بيتنافس كره القدم فطول الوقت هو مركز معاك ستريس عليك عايز منك الاحسن. ايه الاختلاف؟ الاختلاف ان في المقصه انت بتلعب مش مضغوط فعلا. يعني لكن في يعني ده بالنسبه لك احسن؟ هو بالاحسن للاعب الكوره طبعا. ان انا عادي يعني انا لما رحت فترتي في انبي برضه حسيت بكده انه عادي المكسب زي خساره زي تعادل. في فرق بقى في المصري انك بتتعادل فانت بتتحط تحت ضغط وانت متعادل مش وانت خسران. ايه بس هي دي الفكره. الضغط اوقات بيجي سلبي على اللاعب؟ اه طبعا ساعات يجي سلبي طبعا. يعني ما بيبقاش حافز ليه؟ في لعيب ياخده حافز وفي لعيب ما يقدرش يستحمل الضغط. بالنسبه لك انت بتشوفه ايه؟ لا حافز طبعا. حافز؟ اه طبعا. خلينا نختار رقم كمان. 15. 15؟ اه. من هو اصعب مدافع واجهته في مسيرتك؟ هو في كذا واحد مش واحد يعني ممكن ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم عشان لعبت معاه منتخب ولعبت ضده في سموحه برضه. ايه اللي بيميز ياسر؟ ياسر قوي سريع ساعات بيلعب بدماغه برضه. ومودي ما لعبتش ضد مودي بس مودي مساك محترم برضه واحمد سامي. لكن اللي لعبت عليه ياسر. ياسر. اه. خلينا نختار رقم كمان. 12. 12. اختار كل الأسئلة ولا؟ هنختار 10 أرقام. هل كنت مقصر في حق نفسك وأنت في نادي مصر المقصة؟ اه طبعًا. قصرت كتير طبعًا يعني المفروض كنت استغليت الفترة بتاعت المنتخب اللي أنا كنت موجود فيها إن أنا أطور من نفسي وأساعد نفسي بس أنا قصرت فعلًا. في فترة مصر المقصة كان الكابتن إيهاب جلال معاك؟ اه. وأيامها كنت بروح المنتخب بس كنت برجع من المنتخب اتدلع شويه العب ماتش اجيب جون انا زي ما تقولي انا اريح شويه كده ما كنتش بس هي برضو يعني يا تقصير مني وتقصير من ان انا ما فيش
مفيش حد حواليا. ممكن يكون الخبرات والسن بتفرق من سنة للتانية منظورك للأمور؟ اه طبعا. الأول كنت أبص إن عادي، الدنيا عادي، الكرة عادي وسهلة، لكن دلوقتي لا خلاص يعني. مش حد كنت بتاخد رأيه أكبر منك؟ زمان لا. الأول لا، دلوقتي ممكن أخد رأي حد، ممكن أكلم كابتن هاني سعيد، ممكن أكلم كابتن أيمن عبد العزيز، أي حد ممكن أكلمه دلوقتي أستفسر منه، لكن خلاص يعني بدأت أفوق بقى، بس من شوية مش دلوقتي. لكن الأول الأول كان قرارك من دماغك. طيب خلينا نختار رقم كمان. 17 يعني الجو ساعة. الجو ساعة. حسيت ان الاسئلة هي اللي بقت تقيلة شوية. ماذا ينقص المصري للمنافسة على لقب الدوري مع الاهلي والزمالك؟ مصري فريق الأول كبير. مصر طبعا، النادي المصري نادي كبير، جمهور عظيم طبعا. يعني بينافس دايما، كنا بنشوف المصري والاسماعيلي الاندية الجماهيرية كلها كانت بتنافس. ايه اللي بينقص المصري دلوقتي للمنافسة؟ مصر دلوقتي عنده مشكله طبعا، ان هو مش عارف يجيب لعيبه طبعا. دي المشكله الاولى. المشكله الثانيه ان امور ماديه، يعني امور ماديه برضه. انا دلوقتي النادي المصري زيه زي اي نادي يعني، لو واكتر اللعيبه دلوقتي تقول لي لا انا مش هروح المصري، مش هروح الاسماعيلي، العب تحت ضغط، وانا ممكن اخد اكتر من اللي انا هاخده في المصري او الاسماعيلي في مكان مثلا مقصه ام بي شركه ما. مش هلعب تحت ضغط. بس خلي بالك أندية الشركات كمان بقت بتعاني، يعني في وقت من الأوقات أندية الشركات كان كله بيقول لك أنا أروح مش هلعب تحت ضغط وهاخد فلوس، هاخد فلوسي أول بأول. أندية الشركات جت عليها وقت كانت محتكرة الدوري المصري بالتدعيمات. قبل طبعا تجربة بيراميدز والاستثمار والكلام ده. المصري كمان كان جه عليه وقت في الحقيقة كان محد يجي له النادي المصري يقول لك أروح أنا فلوسي هتبقى حاضرة. هل النادي المصري حاله من حال الأندية المصرية الجميع عنده أزمات مالية؟ لا يعني أنا في خلال سنة ونص في النادي المصري دلوقتي ما فيش أي ظروف من دي مرت على النادي. ويمكن مرتباتكم بتاخدوها في وقتها ما، ويمكن لاخر قسط كمان كان امبارح. يعني هو ما حدش طلع فلوس ولا اتكلم في فلوس في انديه. النادي المصري اول حاجه عملها في يوم المسحه طلع قسط اللعيبه. طيب انتوا الفتره اللي فاتت اللي حصل فيها التوقف، هل كنتوا بتقبضوا ولا في اول شهر قبضنا يعني؟ كانت الظروف بقى عشان احنا كنا اصلا كانت في اخر الدوري وافريقيا، كانت الدنيا ما كانتش ماشيه معانا كويس، كنا بنخسر وخرجنا من الكاس وافريقيا، فما كانش ما كناش بناخد المرتب، كان اثرنا في شهرين. بعد كده لما الدوري توقف طلعوا لنا قسط، وبعد كده الدنيا مشيت عادي، الامور ماشيه تمام، مفيش مشكله. طيب خلينا نختار رقم كمان. 6 ايه هو سبب تركك لكرة القدم لمدة عام تقريبا قبل ان تعود اليها؟ ده زمان 6 سنة اشتغلنا في كفر الشيخ، كنت بشتغل مع اخويا في الورشة وتعورت وعملت عملية وقعدت، كان في اصابة. بعد كده رجعت بقى تاني ساعات شوية. طب ايه يعني الفترة اللي انت كنت بتشتغل مع اخوك فيها كنت بتلعب فيها في وقتها كرة قدم؟ كنت بلعب في كفر الشيخ. كنت بلعب في كفر الشيخ. كنت في كفر الشيخ، وكنت بروح التمرين كل يوم وارجع تاني اشتغل مع اخويا في الورشه. كان عندك كام سنه؟ كان عندي حوالي 16. 16 سنه. من صغرك وانت بتتحمل مسؤوليه؟ طبعا يعني انا اخد طريق اسكندريه للبرولوس ده 5 6 سنين رايح جاي. من وانا مثلا 9 سنين كمان. كانت ايه الاصابه اللي انت تعرضت ليها؟ كنت اتعورت على ببلاش منشار نجاره كده. منشار. طيب والحمد لله امورك بقت كويسه. الحمد لله على سلامتك. من فتره يعني الموضوع بقى له فتره كتير، احنا بنجيب من الكواليس كل حاجه. انت سقعان من التكييف؟ شويه. حاول نهدي التكييف شويه عشان الكابتن. طيب خلينا نختار رقم كمان. 11 مين هو أفضل لاعب زميلته حتى الآن؟ في الملعب؟ كان إسلام جابر. إسلام جابر وحسام باولو. الاتنين. إيه أكتر حاجة ميزت إسلام جابر من مزاملته جنب منك وكمان حسام باولو؟ إسلام كان لعبه معايا جماعي شوية، فاهمين بعض؟ كنا فاهمين بعض لأن كنا لعبنا مع بعض في المقصة، وأنا اللي على فكرة اللي كلمت إسلام وقلت له يجي
الداخليه السنه اللي جايه. وكان بيرجع يدافع وكان بيطلع يهاجم وكان بيعرف يحافظ على كورته. باولو كان فاهمني يعني، كان يقول لي انا هتحرك كذا واعملها لي ومش عارف ايه، وكان دايما بيتحرك لي. كنتوا بتتفقوا على حاجات يعني في الـ في الـ في الملعب؟ يعني مثلا بتتفقوا على لعبه هتلعبوها بشكل معين ممكن تتمرنوا عليها وتيجوا في الماتش تعملوها؟ لا مش كنا بنتمرن عليها، انا كنت متفق انا وهو ان انا من اي مكان هرفع لك فيه. هو بيقول لي ارفع لي من اي مكان، كنت بوصل برفعها له من اي حته. هو ما كانش بيخيب بصراحه. ايه اتعلمته من باولو؟ يعني باولو هداف الدوري في سن كمان مش يعني مش 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 كبير، ولكن اكيد في طموح لما يبقى لاعب هداف دوري، اكيد اتعلمت منه حاجات. انا يعني حسام انا اتعلمت منه انه عنده 33 سنه هو هداف أكتر الدوري كمان. اتعلمت منه ان هي الكوره مش بالسن طبعا. ان هو سنه السن ما يفرقش في الكوره دلوقتي. هو فعلا من الشخصيات اللي هو يقدر يحافظ على نفسه، بيجي يتمرن بيروح الجيم محافظ على نفسه، بيدي للجيل اللي طالع ان انت ممكن تلعب لتوصل لسن اكتر من اللي حسام وصل. يعني السن مش عائق ابدا قدام اللاعب طول ما هو قادر يدي يكمل. طب الاول كانوا يقولوا خلاص وصل ال 30، يعني دي الجمله اللي انا كنت بسمعها زمان. احنا كنا بنشوف يعني زمان شويه لعيبه بتعتزل بدري قوي. دلوقتي كله ما شاء الله مكمل يعني، وشايفينهم فورمه وقادرين ان هم يدوا. احنا وصلنا بقى ان خلاص بدا الفكر بتاعنا ان احنا خلاص ده اكل عيشنا خلاص. كل واحد لازم يتحمل مسؤوليه نفسه ويهتم بنفسه. الموضوع بقى احترافي اكتر. طبعا. طيب خلينا نختار رقم كمان. 10. هدي التكييف ده شويه. والله هديناه. ايه سبب فشل جيلك للتاهل لاولمبياد ريو دي جانيرو رغم تميزه؟ والله ده عدم توفيق، يعني ما اقدرش اقول غير كده، لان احنا كنا فرق منتخب يعني من اقوى المنتخبات المنتخبات الاولمبيه اللي طلعت. يعني هو كان عدم توفيق فقط لا غير؟ لا غير. هو منتخب كان جامد جدا، ولاعيبه خلاص يعني كلهم محترفين دلوقتي واكثرهم في النادي الاهلي. كانوا محتاجين جزء من الحظ شويه؟ لا والله. اقول لك ايه؟ طيب خلينا نشوف.